صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم ستسود أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وتتراجع قليلا حالة عدم استقرار الجو في المنطقة الشرقية، بينما يسود طقس مستقر في باقي المناطق مع أجواء حارة بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون هناك غيوم متفرقة مع 36 درجة مئوية، المحسوسة 32، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون جيد. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أحوال جوية مستقرة بشكل عام، لكن هناك غبار خفيف في سكاكا 34 إلى 24، عرعر 34 إلى 22، وتبوك 35 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 37 إلى 26، جدة 31 إلى 27، مكة المكرمة 37 إلى 26، والطائف زخات رعدية من المطر مع 28 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، تبقى تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، غيوم رعدية في عموم هذه المناطق، أبها 25 إلى 16، الباحة 23 إلى 16، وجازان 34 إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 33 إلى 25، حفر الباطن 35 إلى 22، والإحساء غبار خفيف 38 إلى 21 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، الرياض 36 إلى 22، بريدة 34 إلى 20، وحائل 30 إلى 17 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.